تنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، الوفاء بالالتزامات التعاقدية للجهة المضمنة بالعقود والاتفاقيات، توفير الظروف الملائمة لحسن سير عمل المجلس والأجهزة المساعدة، ومواصلة تأهيل إدارة الجهة من أجل تمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف. بالعكس، حنا كنا دائما ننتج، دائما عندنا علاقة بالأرض، دائما الناس ديال الغرب يضربوا بهم المثال. اليوم راه أصحاب الروز عندهم مشكل، المشكل عند المستثمر اللي خدا الفلوس بالكريدي باش يوزعها على هاد الناس اللي تيزرعوا في الأرز باش ينتج الحليب. إذا ملي ما يداش الروز غادي يكون عندنا مشكل في المنتوج الحيواني، وهذه سلسلة. أرجوكم السيد الرئيس، هذا موضوع مهم ومهم جدا وخصو يحظى بالأولوية، رغم بأن الجهات لا تعطي أولوية لهذا القطاع الفلاحي أو للهاد بين قوسين. هنا نرجع حتى لهاد اللجنة ديال الفلاحة اللي عندنا هنا، واللي تتبان بأنها واخدة واحد الدرجة ثانوية بارابور اللجان الأخرى. في هذه الدورة ديال أكتوبر تم التطرق إلى مجموعة من النقاط التي تهم رهينية هذه نصف الولاية. تمت مناقشة الحصيلة ديال المجلس في نصف الولاية والمنجزات ديال المجلس، وكذلك تم التطرق إلى ومناقشة عقد البرنامج اللي فيه 95 مشروع بميزانية ديال 21 مليار 300 مليون ديال الدعم، مفرقة على 15 ديال المجالات. وكذلك النقطة أخرى اللي تطرقنا لها هي تخص الفيضانات في مجموعة من المراكز، لأنه مع التغيرات المناخية ومع الأهمية ديال الموضوع رصدت واحد الميزانية مهمة. كذلك في مجال ديال التنمية السياحية تم تحديد المسالك السياحية داخل المناطق الحضرية، وكذلك تم اقتناء حافلات سياحية من أجل الدفع بهذا المجال السياحة، وخاصة أنه جهة رباط سلة أصبحت جهة مستقطبة وفيها بنية تحتية مهمة. بالإضافة إلى ذلك كانت نقطة أخرى هي تخص أظن المجمعيات ذات المنفعة العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمت المصادقة على هذا الانتقاء ديال هذه الجمعيات اللي كان بناء على واحد دفتر شروط وتحملات. إذا الخلاصة هي كانت دورة مهمة، لأنه فتح النقاش مع كامل المكونات ديال المجلس فيما يخص مقترحات، خاصة أن نفس الولاية فهي نفس الولاية التي كنقيموا فيها العمل ديالنا، وكنحاولوا نجودوا العمل ديالنا والإصلاح ديال العمل ديالنا إذا كان فيه هناك خلل. فالمهم أنه النقاش ديالهم كان مهم، النقاش ديالهم في المداخلات ديالهم تكلموا على الماء اللي هو في عنده رهينية ديالو، هذا الماء، لانه اليوم جميع من بعد الخطاب ديال سيدنا الله ينصره كل شيء ولا دابا كيفكر في الماء يمكن عمله. وكاين ازمه ديال الماء بغينا ولا ما بغيناش، كاين الازمه ديال الماء، ولكن كيخصنا حنا كفرقاء سياسيين وكمؤسسات اننا نكبوا على الموضوع بالجديه الكامله ونلقاو حلول اللي هي حلول تكون حلول ذكيه باش نحفظوا السلامه المائيه ديالنا والامن المائي ديالنا، وكذلك نخليو واحد الهامش مثل الفلاحة، لأنه خاصة الجهة الهبط هي جهة فلاحية بامتياز. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.